لكن من مواضيعنا الأهم واللي حطينا ببوست الحلقة هو السجن 15 عام لمجرم حرب داعم لأسد في النمسا. كنا عم نشهد في أوروبا تقريبا محاكمات لمجرمي الحرب التي ثبتت انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وجرائمهم ضد الإنسانية وضد المدنيين في السوريين في ظل حكومة ميليشيا أسد. كان يوم الأربعاء في مدينة جراتس في النمسا أول حكم من نوعه ب 15 سنة بحق عنصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لحتى نعرف أكثر عن هذا الحكم وعن الشخص حيكون معنا مباشرة الأستاذ أحمد مراد من موقع النمسا من مؤسسة النمسا. أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا، تحياتي، صباح الخير. يسعد أوقاتك يا رب أستاذ أحمد. يعني أستاذ أحمد، 15 سنة على عنصر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معلومات أكثر بعد إذنك. والله بدي أبدأ من النقطة اللي انتهيتي فيها من تقريرك السابق، إنه فعلا الميك اب والمكياج أحيانا كتير بغير الوجه وبغير شكله. كمان هذا الشيء مع الأسف اللي شفناه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هي مع الأسف كانت يعني أو القيادة العامة هي كانت عبارة عن وجه آخر لقتل الشعب السوري فيهم أيضا الفلسطيني الموجود. ففعليا مع الأسف فعلا إحنا سوريين أو الفلسطيني أو كذا انضحك علينا لفترة طويلة بهالمكياج اللي كانوا حاطينه على وجوهه لحتى يأسدوا يوم عن يوم بعد يوم إنه هن فعلا عبارة عن مجرمين موجودين فقط لا يقتلوا الناس ولا حتى ينفذوا أجندات النظام الإجرامية. طبعا القرار صحيح وهذا الشيء حصل، وصراحة هذا يعتبر يعني من أحد الطفرات بالأحكام اللي عم تصدر من أوروبا، أنه حكموا على فلسطيني سوري. هو قال، هو طبعا المحكمة هون بتقيمه أو بتصنفه تصنيف بلا وطن باعتبار أنه لا يحمل لا الجنسية السورية ولا الجنسية الفلسطينية، ولكن هو المتهم أصر على أنه ينادى بهذا الوصف بلا وطن. من حقه. نعم بلا وطن، هذا يقال عنه بلا وطن في أوروبا اللي يحمل الجنسية الفلسطينية، خاصة الفلسطيني السوري، أسف عفوا، الفلسطيني السوري يقال عنه بلا وطن، مثل شأن شريحة كبيرة من أخواننا الأكراد اللي هم فعليا طايقين كمان ويقال عنهم بلا وطن أو شتتن لوس باللغة الألمانية أو أمبيكانت أو غير معروف كمان يعني بنقال عنه. نعم بل قالوا يعني أستاذ أحمد لو قاطعتك، بس الشخص الذي حكم عليه حاليا هل هو نفسه خالد الحلبي؟ نحن نعرف القصة الحليب الأبيض، ولأنه كتير عم ننسأل وبالتعليقات عم ننسأل، فاسمه معروف نذكر بالمواقع. صراحة اسمه حاولنا كتير نوصل لاسمه ونوصل للشاهد اللي قام بالشهادة ضده، مع الأسف ما وصلنا، ولكن نحن يعني بحكم عملنا الإعلامي وانتشارنا عم نحاول أن نوصل، وبرجع بوجه نداء مرة تانية بصراحة أنه يتواصل معنا، لأنه مهمنا جدا تسليط الضوء على هذا القضية. أما لا، قضية الحلبي، خالد الحلبي عفوا، لا، قضية فصلة كاملا وموضوع آخر كليا. يعني هذا أعتقد يعتقد يعني إلى حد ما من فئة الشباب، يعني حتى أعتقد عمره تقريبا بالأربعين سنة، يعني مش إنه هالشيء اللي بي يعني مش الشخص. من 30 سنة 44 سنة بالضبط، من 20 كان 30 سنة 33 سنة بالضبط 44 سنة. فمثل ما حكينا ديما، هذا الحكم فعلا يعتبر طفرة ونقلة نوعية كتير كبيرة بالقضاء الأوروبي، لأنه مع الأسف يعني في حالة من الإحباط بأوروبا من ناحية التعامل مع المجرمين، مع المجرمين اللي وقفوا مع نظام الأسد. بالمقابل بتلاقي أي حدا فقط يقال على أنه هو داعشي أو متقرب من مجموعات إسلامية أو مسلحة يعني كما هم يصفونها، ما رح ندخل بهاي التفصيل، فورا يتم محاكمته، فورا يتم اعتقاله فورا فورا. فأما التعامل مع هؤلاء المجرمين اللي من هذا النوع، فبصراحة هذا الشيء يدعو لأنه القضاء الأوروبي فينا نقول بدأ يعني يحذو أفضل وأداء أفضل من السابق. يعني الشخص الذي تم الحكم عليه وهو ينتمي إلى مثل ما قلت لي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي مجرد اسم يعني فقط اسم. صحيح، يعني وهي من الميليشيات الأكثر مساندة لبشار أسد أيضا ميليشيات بشار أسد. فنحن بنعرف إجرامه أصلا، عم يطلع فيديو مرافق لحضرتك عن الانتهاكات اللي ارتكبوها ميليشيا أسد
الميليشيات المساندة في مخيم اليرموك، قديم الفيديو من 2013 تقريبا. هل القانون النمساوي يجرم هذه المنظمة أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ يعني هل يعتبرها جبهة إرهابية، فصيل إرهابي؟ هلا مثلا عندما وصف القرار التنظيم بأنه تنظيم إجرامي، أشار إلى خطف طائرة سويسرية أعتقد بمرحلة بالثمانينات أو بال، يعني أنا صراحة أنا الخبر حاولت يكون أمامي شوي حتى نكون دقيقين. فإنه هو إنه هذا التنظيم، إنه هذا التنظيم يعني بما ينظر إليه إنه هو كان معادي لإسرائيل، بيحاول إنه والله يهاجم، بيحاول إنه يعتقل، بيحاول إنه يرهب أشخاص، فمن هذا المبدأ تم اعتباره تنظيم إجرامي. هي إجمالاً الحركات الفلسطينية خاصة مثلاً مثل تنظيم حماس اللي كلنا شفناه بالأخير، هو طلع عبارة عن ورقة ما بين تنظيم الأسد والنظام الإيراني. يعني صراحة هلا أي حدا مننا صار يحكي تنظيم حماس تنظيم إرهابي، يعني ما صرنا نحكيها من الفم، يعني ما عدنا نشعر بأي حرج. وبالتالي هاي التنظيمات الثانية، هاي التنظيمات الثانية أكيد مدرجة بشكل أو بآخر ضمن هاي المعادلة، لأنه قياداتها هي فعليا راحت وكانت موجودة إن كانت مع النظام الإيراني أو مع نظام الأسد. يعني بتأكد أنه نحن نقف مع فئة المجرم وما لنا أي علاقة، مثل ما حكينا بداية حديثنا أنه كل ما يتحدث فيه عن فلسطين والتحرير والمقاومة هو عبارة عن مكياج حتى يخبوا الورم والتشوهات الحقيقية الموجودة على وجوههم. يعني طيب أستاذ أحمد، يعني هو تم الحكم عليه 15 سنة، التهم التي أدين فيها، يعني شو اللي أثبت عليه من جرائم حرب ارتكبها بسوريا غير قصة الطيارة السويسرية اللي قلت لي عنه؟ لا، هو لم يدان بالطائرة السويسرية، هو لأنه تنظيم الجبهة الشعبية مدان سابقا من هذا، أما هو أدين بناء على شهادة شاهد يعني تعرف عليه بشكل مباشر، انه هو لما بال2012 بالخالصة بمخيم اليرموك اللي هي قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، قاموا باطلاق النار على المتظاهرين لما سابقا اذا بتذكري باول الثورة ارسلوا بعض الشبان لحدود فلسطين وقاموا وقتل تقريبا اعتقد اكثر من 20 شخص بتذكري بهذاك الوقت. فوقت الاهالي ضاجوا واستاءوا جدا وطلعوا بمظاهرات. يعني أنا صراحة حاولت كثير أتقصى عن الموضوع حتى نقدم للمشاهد والمستمع معلومة مفيدة. فلما تظاهرت الناس أنه كيف هيك بتبعت أولادنا، وبنفس الوقت كانت الثورة منطلقة، فالفلسطينيين يعني هم أكثر المتألمين من ميليشيا تنظيم الأسد بمعزوفة المقاومة ومعزوفة فلسطين اللي عيشنا عليها عشرات السنين. بالضبط، ابتزاز يعني، وآسف منك أنا بقولها أكثر من هيك، الاستحمار اللي عيشنا فيه لفترة طويلة. آسف منك يعني بحطها هي، أنا بحتفظ فيها لنفسي بس حتى نكون شوي دقيقين بالمصطلحات. إذن اتهم بشكل مباشر بإطلاق النار على المتظاهرين. أيوة بالضبط، وقتل أشخاص وقت الناس طلعت تظاهرت، أنه طلعوا يتظاهروا ليش تبعتوا أبنائنا وأولادنا لهذا الشيء، وشباب اللي راحوا يعني حرام، هن بيحلموا فلسطين وحقهم الطبيعي هذا الشيء. فقتلوا، فالناس طلعت تظاهرت، ونفس الشيء كانت ثورة سورية منطلقة والمظاهرات كانت مغطي كل سوريا بهذاك الوقت، فهاجموا مبنى الخالصة يعني، أو تظاهروا حول مبنى الخالصة اللي هو القيادة العامة، فقامت هاي الميليشيات وهاي العناصر المتشددة بإطلاق النار مباشرة، وهذا الشخص كان موجود على سطح البناء ومن اللي أطلقوا النار بناء على شهادة الشاهد. إلا صراحة يقال إنه في مادة صورية أو مادة فيديوية تم تقديمها، لأنه بصراحة المحكمة إن ما كان أمامها يعني دليل ملموس حقيقي لا تدين شخص، وخاصة هو يعتبر يعني إلى حد ما بالعرف الأوروبي أدين بالمؤبد إلى حد ما، يعني 15 سنة تعتبر من المؤبد، فوق 18 سنة تقريبا تعتبر مؤبد. فدليل إنه في دليل دامغ ضد هذا الشخص إنه هو فعليا متورط بجرائم وبقتل لمدنيين بدمشق. يعني ويمكن هذا الجواب وقت قلت لي إنه
في احيانا غضب انه من بعض الملاحظه اللي قلتها بالاول انه يحاسب المنتمي للتنظيمات المتطرفه ولكن مجرمي اسد لا يحاسبون، يمكن هدول عليهم ادله واضحه. بالضبط. عفوا، هلا مثلا المنتسب لحماس بشكل واضح هذا يقاضى، يعني في حال هو في له اي دليل، في معلومات استخباراتيه بتشير انه هذا الشخص هو فعليا كائن حماس او قريب من حماس، هذا قطعا يقاضى ويتم محاكمته. اما في حال التنظيمات الاخرى من ضمن تنظيم الاسد لازم يكون في دليل بصراحه واضح ضده، لازم يكون في شهاده، لازم يكون في ادعاء، يعني شخص ادعى على شخص انه هذا عذبني، هذا قتل اخي، قرايبي، كذا، جاري، اي شيء، في ادعاء مباشر، فيتم فتح التحقيق بهذا الشخص ويتم التعامل مع هاي القضيه. بس بالبدايه مثل ما حكينا الاصل لازم يكون اما في دليل دامغ، صوره، فيديو، او انه شهاده احد الاشخاص او احد او عدد من الاشخاص صراحه. طب يعني هذا الشيء يعني حاليا هذا حكم بحكم 15 سنة قريب للمؤبد. كنا قبل عم نتابع مع حضرتك حتى كمان قضية الحليب الأبيض وخالد الحلبي. النمسا يعني صار هلأ محاكمتين تقريبا على الأقل، بتكون طرفه بوحدة ووحدة اراضية. ليش ليش بالنمسا وما بغير دول أوروبية؟ يعني هل قانون النمسا يساعد؟ هل الأشخاص بيحسوا بالراحه بجو النمسا؟ شو الفرق بين غير دول؟ ما فهمت عليكي صراحه. تقصدي على قضيه الحليب الابيض؟ يعني كانت بين فرنسا والنمسا، كانت النمسا بشكل او باخر طرف فيها، وكان في تدخل من الشرطه النمساويه، وحاليا محاكمه هذا الشخص بالنمسا. هلا الحليب الابيض صراحه شخص خالد الحلبي ما زال هو شخص مجهول الموقع وان هو موجود، يقال يعني انا عندي معلومات ما فيني اكدها ولا انت فيها انه موجود، ما زال موجود بالنمسا، وفي اشاعات كثير كبيره عم تدور حوله. بنفس الوقت يعني في اشخاص في شيء عم يحاول يشوه سمعته بناء على انه هو كان ضابط مخابرات سابق وانشق وابتعد عن النظام عن النظام ب 2014 تقريبا، لما اجبر او لما مثل ما بيقولوا ترك النظام ظهره مكشوف لتنظيم داعش الارهابي. فصراحة في كتير أمور عم بدور بهالقضية. بالفترة الأخيرة قبل أعتقد 5 أشهر صراحة ما لي متذكر، نزلنا خبر أنه تم التحقيق مع عناصر المخابرات أو العناصر اللي حققت معه واللي هي قامت باصطحابه من باريس لفيينا. ما طلع صراحة نتائج أخرى عن التحقيق وتم التكتم. يعني كان في أحد الصحف المرموقة هون، صحيفة كورير النمساوية، هي اللي حاولت تبحث وتنقل هاي الأخبار. بعد هيك الأخبار انقطعت وتم التعامل بصراحة مع الموضوع، يعني فينا نقول بتكتم كتير شديد. أما بالنسبة لخالد الحلبي في كتير إشاعات عم تدور حوله، نحن ما رح ناخد قرار أو رأي معين بالتأكيد أو بالنفي. أكيد الحقيقة رح تظهر بيوم من الأيام. مثل ما قلتي جو النمسا هو لا ما بيختلف كتير عن أي جو أوروبي، بس أكيد ليس كجو فرنسا. يعني إحنا فرنسا بنعرف يعني عندها بالنسبة للأمور القضائية بصراحة في موقف سلبي إلى حد ما، خاصة يعني رفعت الأسد والمجرم ونعرف القصة، وكان موجود عندها وهو وأمواله موجود بفرنسا. وفينا نقول ألمانيا موقفها جيد، هولندا موقفها جيد بشكل أو بآخر، النمسا عم تحاول يكون موقفها جيد بصراحة نوعا ما. بس بنرجع بنعيد وبنكرر، أي أحد أي شخص عنده شهادة حقيقية ضد أي شخص بيرى أنه هو مجرم أو ارتكب إجرام بفترة الثورة السورية من ناحية قتل، تعذيب، أي دور، فبإمكانه يتواصل معنا أو يعني في عدة طرق بصراحة للتواصل، أنه فعليا هو فورا يبتدي بإجراءات قانونية ضد هذا الشخص، خاصة إذا كان في عنده يعني اشتباه. وهذا الشيء صراحة يعني آسف للإطالة ديما، بخلي أي أحد يعني هؤلاء المجرمين اللي لجأوا على أوروبا لأنه بالضبط بخليهم بقلق، بخليهم بحالة بالضبط، يعني بتطلع وراهم دائما هل أنا رح يجي دوري يوم من الأيام. يعني حتى نحن بصراحة بنحاول حتى الأشخاص اللي بيروجوا لأفكار هذا النظام الإجرامي صراحة بنحاول كتير أنه نحن كمان نسلط الضوء عليهم، بنحاول أنه نهاجمهم، بنحاول أن أشعرهم باللا حرية. يعني أوكي عيش حرية، ماشي الحال، وصلت على أوروبا عيش، ولكن اسكوت وأقعد عاقل واحترم حالك أنك وصلت على دولة ولا يعني محترمة وأنت هربان من هذا النظام ولساتك عم تروج له،
بصراحه يعني ازدواجيه وهؤلاء الاشخاص يعني احنا عشنا، اللي شاف هالاجرام كله واللي شاف هالقتل وهالدمار كله ولسه بيحاول انه يعيد انتاج يدافع، يعني بصراحه هذا مرض نفسي. يعني احنا بنتمنى استاذ احمد مراد انه العداله تلاحق جميع المجرمين وان لا يكون هناك مكان امن لاي مجرم ارتكب جرائم بحق المدنيين، على امل نشوف لسه كمان محاكمات اخرى ومحاكمه بشار الاسد على راسهم. شكرا جزيلا لك احمد مراد من مؤسسه النمسا ميديا، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات، يعطيك الف عافيه. شكرا ديما، يعطيك العافيه. واكيد يعني مستمعينا ومتابعينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لليوم، ننطركم بكره بنفس الموعد. اكيد تحيات فريق العمل مني انا ديما، على الاعداد عبد القادر، اكيد على الاخراج عبود. باي باي.